بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مر معنا في القراءة قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الآيات الكريم. هنا مواقف لأهل العلم. الموقف الأول: هل هو أبوه أم عمه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ذهب بعض المفسرين إلى أنه هو عم إبراهيم وليس بأبيه، ورأوا في ذلك أنه لما ذكر اسم العلم هاهنا بعد ذكر اسم أبيه أو وصف أبيه، وما دام أنه أبوه لا يحتاج إلى ذكر اسم العلم، فإذا آزر ليس أبوه. واعتمدوا أن في التوراة اسم والد آزر تارح أو تارح، ما هو اسم عبري، وأن المفروض أن يكون والد النبي أو الرسول مؤمن. حقيقة هذا تجاوز على حقائق القرآن. أكثر ربما نحو من 10 مرات يأتي في القرآن: لأبيه لأبيه لأبيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. كل 10 مرات هو عمه؟ لا، في بالقرآن مجاز، نحن لا ننكر، ويأتي الأب بمعنى العم موجود، لكن هنا هو أبوه. فتقول لي: طيب أيكون والد النبي كافر؟ في قانون بيقول، أو نص شرعي يعني يقول، إنه لا يجوز أن يكون والد النبي كافر. بيجوب انتقلوا مباشرة لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أخي، والدان النبي عليه الصلاة والسلام ماتا قبل البعثة، ما جاءهم من نذير، هذا ابنه يدعوه للهداية، فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه أبوه، تبرأ منه. لذلك القرآن ضرب لنا الأمثال: الأب قد يكون كافر، والد النبي، ابن النبي قد يكون كافر، زوجة النبي قد تكون كافرة، زوج المرأة الصالحة امرأة فرعون قد تكون صالحة وهو كافر. وإذن كل بعمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يا فاطمة بنت محمد ما أغني عنك من الله شيئا. هذه المسألة الأولى بشكل سريع. والثانية: أن بعضهم يزعم أن إبراهيم كان شاكا وغير مهتد إلى التوحيد، وأنه كان يبحث عن الإله الحق وعن التوحيد، هذا أيضا كلام باطل. إبراهيم على كمال كمال التوحيد، وكل الأنبياء من حيث من لحظة ولادتهم هم موحدون على كمال التوحيد، وهو كان يقيم الحجة عليهم فيستدرجهم في الحوار والمجادلة والمناظرة، كأنه يقول لهم: أهذا الذي تزعمون هو الإله؟ فلنبحث، فلنجرب، فلندعه، فإذا رأيناه لا يصلح إذن تعالوا لنبحث عن إله آخر، وهكذا يستدرجهم بالحوار. الآيات تقول ذلك لأنها في بدايتها: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن شهد الله له باليقين الكامل، الإيمان الكامل. ثم في أواخر القصة: وتلك حجتنا. متى تكون الحجة؟ عندما يكون في حوار وجدال وإقامة حجة على الآخرين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن كل ما جرى هو حوار لهم ليستدرجهم إلى الحقيقة، وليس أنه كان باحثا عن الحقيقة. فكل الأنبياء بكمال الإيمان والهداية. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.